لله. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر، ومن عليه بأعيان تعود عليهم بالبركات والخيرات وتتكرر. الحمد لله بالإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. نحمده على نعمه التي لا تحصى ولا تحصى، ونشكره على فضله وإحسانه، وحق له أن يشكر. ونشهد أن لا إله إلا الله انفرد بالخلق والتدبير، وكل شيء عنده بأجل مقدر. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أفضل من تعبد لله وصلى وصام وزكى وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أما بعد، فيا عباد الله، في بداية هذا اللقاء الإيماني المبارك أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إنكم في يوم تبسمت لكم في الدنيا أرضها وسماؤها، شمسها وضياؤها، ولقد أراد الشارع الحكيم أن يكون يوما من أيام الفرح والسرور، حتى إنه رسم معالمه ومعالم الفرحة. أن نحمد الله سبحانه وتعالى إن يلنا صيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والخسارة كل الخسارة، بل الخيبة كل الخيبة والندامة، لمن أفطر رمضان بغير عذر، ولمن ضيع صيامه على الفواحش والمنكرات. ولذا الحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عنده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله.